السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إياد الجردان، طبيب مبتعث في مدينة برلين ورئيس النادي السعودي في برلين، صاحب قناة إياد الجردان لبرنامجها لمحات من برلين، ومدير المحتوى الرقمي في موقع الكودام. تغطيتنا اليوم إن شاء الله راح تكون من مدينة برلين. مدينة برلين هي عاصمة ألمانيا وتقع في الشمال الشرقي من مدينة ألمانيا. تاريخ المدينة زاخره. المدينة يقدر عدد سكانها بحوالي 5.7 مليون، وبالإضافة إلى كونها المدينة الأكثر جمعاً للحضارات والثقافات المختلفة الموجودة في ألمانيا بشكل عام. المدينة طبعاً هي مقر الحكومة الآن، وتغطيتها في سنابات أو في يوم واحد أو في وقت واحد شبه مستحيل. دائماً الوقت السياحي اللي تحتاج المدينة هذه ما يقارب 5. المنطقة اللي راح أغطيها الآن هي منطقة البوتسدامر بلاتس. المنطقة هذه كانت من المناطق التجارية المعروفة في برلين، والآن مقصد سياحي كبير. السياحة في برلين غالباً غير مرتبطة بوقت محدد، لكن دائماً أفضل أوقات السياحة فيها هي وقت الصيف أو ما بين شهر 6. المدينة غالباً قائمة، فوقنا مركز حكومي هي أيضاً قائمة على السياحة، فنسبة الأمان فيها تعتبر جيدة أو عالية. بالنسبة للبس الحجاب أو لبس النقاب في المدينة، الأمر جدا عادي، ويمكن تشوفون الآن في الفيديوهات بتشوفون كثرة الحجابات، بل في بعض الأماكن تتوقع أنك في إسطنبول. الشيء الثاني المهم، برلين الآن تعتبر مقصد للألمان في أوقات أعياد الميلاد بالنسبة لهم، لأنها تتميز بميزة راح أذكرها في السناب الجاية. برلين عكس المدن الأخرى الألمانية، برلين ما تحتوي على سنتر واحد أو مركز مدينة واحد. برلين فيها أكثر من مركز مدينة، كل مركز هدف معناته أن في كل مدينة راح تحصل مركز مدينة خاص، بالإضافة إلى سوق خاص فيه، إلى أسواق فاينخت مارك أو الأسواق اللي تسمى أسواق الكريسماس أو أسواق الميلاد نفسها. الآن كنت تشوفون في قدامكم هنا، هذه أول إشارة موجودة في أوروبا. المعلومة اللي ذكرتها عن الإشارة قلت إنها أول إشارة في أوروبا، طبعاً هذا غير صحيح. هذه أول إشارة موجودة في ألمانيا من العام 1869. معروف طبعاً للجميع أن العملة الرسمية في ألمانيا اللي هي اليورو، وأسعار برلين مقارنة بالمدن الألمانية الأخرى تعتبر أرخص. ولأن برلين كانت مركز أو نهاية مركز الحرب العالمية الثانية، تاريخها مليء بأشياء كثيرة، ولأنها انقسمت إلى قسمين أصبح لها تاريخين. اللي تشوفونه أمامكم الآن هذا جزء من جدار برلين أو من سور برلين القديم. طبعاً في منه جزء باقي حوالي 1.5 كيلو في شرق برلين لم يزال. بالضبط في المكان هذا اللي تشوفونه كانت في برلين شرقية وبرلين غربية. القسمين هذول مختلفين عن بعض، ولأن المدينتين كانت مقسومة إلى قسم شرقي تحت حكم الاتحاد السوفيتي نظرياً تحت مسمى جمهورية ألمانيا الاتحاد، والجزء الغربي تحت حكم بريطانيا وفرنسا وأمريكا أو المعسكر الغربي في الحرب العالمية الثانية. تصميم القسمين مختلف، حتى طبيعة الناس تحصلهم في الجهة الغربية مختلفين عن الجهة الشرقية، دائما الجهة الغربية ألطف. نرجع لحديثنا عن المكان. طبعا الشارع اللي احنا فيه يعتبر شارع النجوم، ويمكن تشوفون النجوم الموجودة في الأرض هنا تماثل شارع النجوم في هوليود، لأن الشارع هذا دائما هو منطلق الأفلام أو إطلاقها في ألمانيا. طبعا الشارع هذا مليء بقاعات السينما، ممكن من ضمنها قاعة الآي ماكس المعروفة من أفضل قاعات السينما الموجودة. الآن راح ندخل للسوني. السوني سنتر هو غالبا دائما تكون فيه تدشين الأفلام أو الإنتاج السينمائي. طبعا السوني سنتر افتتح في العام 2007، وكان في المنطقة هذه كانت المنطقة المهجورة ما بين المعسكرين، فاشترتها شركة سوني واستثمرت فيها وبنت. طبعا المبنى يحتوي على متحف التاريخ السينمائي أو متحف الأفلام، بالإضافة إلى صالات سينمائية ومكاتب وفنادق وشقق مفروشة. وبما أن برلين مدينة أيضا للدراسة، برلين فيها أكثر من جامعة، تقريبا فيها جامعتين بالإضافة إلى جامعة طبية، والتدريب فيها الطب يعتبر تدريب ممتاز.
مبتعثين السعوديين في برلين كثار، ويقدر عددهم بعوائلهم تقريبا حوالي، نتكلم عن ألمانيا كلها كاملة، حوالي 5000 شخص، فيعتبر عدد كبير. الآن أنا متواجد في مول في برلين. السوق هذا من أكبر المولات الموجودة في برلين، وافتتح في بداية هذا العام. المعلومة اللي لازم تعرفون، إحنا اليوم يوم أحد، غالباً أيام الأحد هي أيام مغلقة ما فيها تسوق. اليوم يوم استثنائي، هو يوم الأحد المفتوح، ويوم الأحد المفتوح هو يوم يكون بالاتفاق مع الكنائس ويسوون فيه. غالباً الأيام هذه تكون باتفاق مع الكنيسة. وإلى هنا تنتهي تغطيتي لليوم. الشيء اللي أحب أقوله وأنبه عليه، برلين لا يمكن تغطيتها في يوم واحد ولا في سنابات محددة. أتمنى إن شاء الله أنكم تتابعون حسابي اللي راح يكون قدامكم هنا الآن. غالب تغطياتي تكون عن برلين، يكون أيضا يتخللها بعض المرات مواضيع طبية في مجال تخصصي، في تخصص أذن وأنف وحنجرة، فأهلا وسهلا فيكم.